السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير كده جميعا إن شاء الله، وربنا يحفظكم ويرعاكم من كل سوء إن شاء الله. أتأكد بس إن الصوت واصل لحضراتكم. شكرا جزيلا، ألف شكر. شكرا لحضراتكم. طيب، في المحاضرة الماضية كنا بنتحدث عن الفصل السادس اللي هي مصفوفة العوامل التنافسية، وأيضا كنا بنتحدث عن مصفوفة تقييم العوامل الخارجية. تحدثنا عن المصفوفة الأولى وتوقفنا عند المصفوفة الثانية. طيب، أفكركم بسرعة عن مصفوفة الملامح التنافسية، لأن قلنا أن مصفوفة تقييم العوامل الخارجية الاثنين زي بعض بالضبط فيما عدا أول متغير، يعني الخطوات واحدة، خمس خطوات فيما عدا الخطوة الأولى هي المتغير. طيب، قلنا أن مصفوفة الملامح التنافسية بنستخدمها في التعرف على المنافسين، ولما نتعرف على المنافس بنتعرف إيه هي نواحي القوة عنده ونواحي الإيه الضعف عنده. تمام، برافو عليكم. وقلنا ان خطوات اعداد هذه المصفوفه خمس خطوات لابد ان تاتي مرتبه. والله زي ما ردش اكيد ما خدتش بالي يعني. طيب، حاضر حاضر، اساليني اي سؤال يعني. ان كنت ما ردتش على حد والله ما باخد بالي يعني، مش يعني احيانا الاسئله بتبقى كثيره والشروط بيمشوا بسرعه فما باخدش بالي يعني، فما فيش حد يزعل مني ابدا يعني. طب فين السؤال؟ احنا كان في محاضره هم الاثنين بس اتاخرت نص ساعه تقريبا، لان النظام كل ما ادخل ما كان يخرجني يعني لحد ما وقت المحاضرة انتهى، فبدأت إن أنشأت محاضرة جديدة أو دخلت من جديد. أكيد بس إن شاء الله الزميلات يعني شيماء وبشاير ودغية إن شاء الله بينزلوا لكم المطلوب يعني. طيب، الأخت الحارثي طلبت سؤال، ما فين السؤال؟ طيب، سؤال 11 في المحاضرة. سؤال 11 اديته؟ لا، يبقى هو كان خطأ في الترتيب. لا، كان خطأ في الترتيب، انا افتكرت كان في خطأ في الترتيب ما عدتوش. لا، كان في خطأ في الترتيب وانا صلحته وانا بتكلم يعني. كان في خطأ في الترتيب. طب اكتبوا لي رأس السؤال وانا اعرف يعني. طيب، خلونا في الاخر عشان برضه ما نضيعش الوقت. طيب حاضر، اكتبوا لي بس السؤال او حتى ارسلوا لي على الخاص، ارسلوا لي في اللي هي في الصندوق اللي هو الخاص اللي على نفس النظام ده وانا انزله لكم لو في خطا، انما انا فاكر ان هو كان في خطا في الترتيب وانا عديته يعني. طيب حاضر، من المناوين الاثنين. طيب، نقول ان خطوات اعداد مصفوفه الملامح التنافسيه بتتمثل في خمس خطوات، خمس خطوات لابد ان تاتي للترتيب. اول خطوه ان احنا بنختار عوامل النجاح الرئيسيه. مظبوط مظبوط يا جميل. طيب، اول خطوه بنختار عوامل النجاح الرئيسيه، بعد كده بنختار الوزن، بنحدد الوزن النسبي لكل عامل من هذه العوامل. والوزن النسبي قلنا بيتراوح بين ايه؟ بين صفر الى واحد صحيح. طيب، بعد ما بنحدد عوامل النجاح وبنحدد الوزن النسبي لها، بنرتب هذه العوامل وبنرتبها على مقياس من 1 إلى 4 درجات. يبقى الوزن التنافسي من 0 إلى 1 والترتيب من 1 إلى 4. طب حددنا عوامل النجاح وحددنا الوزن النسبي ورتبناها، على طول بنحدد الدرجة المرجحة لكل عنصر. بنجمع هذه الدرجات المرجحة بنحصل على الدرجة المرجحة الكلية. طيب، الدرجة المرجحة الكلية أيضا بتتراوح من 1 إلى 4 درجات، ودرجة المنتصف هي 2.5، بحيث لو المنافس وقع قبل 2.5 بيبقى في منطقة الضعف، أما لو وقع بعد 2.5 بيبقى في مرحلة الإيه؟ في مرحلة
أكتر. طيب أنا مش بستعجل على حاجة، هنيجي للمصفوفة الثانية هنفهمها مع بعض. طيب أنا بس بعيد بسرعة. طيب إحنا كنا متوقفين عند مصفوفة تقييم العوامل الخارجية. طيب نكتب مع بعض، واللي ما فهمش المصفوفة الأولى هيفهمها معايا هنا إن شاء الله. طيب مصفوفة تقييم العوامل الخارجية، تستخدم هذه المصفوفة في التعرف على الفرص والتهديدات، في التعرف على الفرص والتهديدات التي تواجه الشركة. وأيضا من أهم الانتقادات الموجهة إليها، اللي هي عيوبها يعني، من أهم الانتقادات أو العيوب الموجهة إليها أنها تعتمد على التقدير والحكم الشخصي، أنها تعتمد على التقدير والحكم الشخصي، لأنها أداة مساعدة وليست نهائية، لأنها أداة مساعدة وليست نهائية في اتخاذ القرارات. طيب خطوات إعداد مصفوفة تقييم العوامل الخارجية، خطوات إعداد مصفوفة تقييم العوامل الخارجية هي نفس الخمس خطوات اللي احنا قلناهم في مصفوفة الملامح التنافسية، فيما عدا الخطوة الأولى، لأن دي بتتعرف على المنافس، إنما دي بتتعرف على نقاط الإيه، على الفرص والإيه والتهديدات. طيب تعالوا نشوف أول خطوة. أول خطوة واحد، تحديد أهم الفرص والتهديدات التي تواجه الشركة، تحديد أهم الفرص والتهديدات التي تواجه الشركة. على طول رقم اثنين، اكتبوا لي كده يبقى رقم اثنين ايه؟ ها بنحدد ايه على طول؟ الوزن الايه؟ تمام برافو، حدد الوزن النسبي، تمام برافو عليكم ما شاء الله، بنحدد الوزن النسبي على طول، هي أول خطوة بس الايه؟ المختلفة. يبقى تحديد أهم الفرص والتهديدات، على طول بنحدد الوزن النسبي لكل فرصة أو تهديد. عظيم. والوزن النسبي عندنا بيتراوح من كام لكام؟ اكتبوا لي كده لأن أنا نسيت. الوزن النسبي من 1 لـ 4 تقريبا، من 1 لـ 4. برافو برافو. لا 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 كده من 1 لـ 4 ما يمشيش ورايا. من 0 إلى 1 صحيح، مظبوط. الوزن النسبي من 0 إلى 1 صحيح. يبقى رقم 1 تحديد أهم الفرص والتهديدات، 2 تحديد الوزن النسبي والذي يتراوح ما بين 0 إلى 1 صحيح. طيب حددنا الفرص والتهديدات والوزن النسبي، يبقى الخطوة رقم 3 ايه على طول؟ ها اكتبوا لي بسرعة، برافو ما شاء الله. على طول بنرتب، بنرتب الايه؟ العناصر او الفرص والتهديدات اللي احنا حصلنا عليه. يبقى رقم 3 ترتيب العناصر او الفرص والتهديدات بدرجات من 1 إلى 4. برافو عليكم. يبقى الوزن النسبي من 0 إلى 1 والترتيب من 1 إلى 4. عظيم. طيب حددنا الفرص والتهديدات، حددنا الوزن النسبي، رتبنا. يبقى المفروض في الخطوة رقم 4 بنحصل على ايه؟ يا سلام عليكم، الدرجة المرجحة لكل عنصر، مش الكلية، الدرجة المرجحة لكل عنصر. برافو عليكم. طيب رقم 4 الحصول على الدرجة المرجحة لكل عنصر، الحصول على الدرجة المرجحة لكل عنصر. والدرجة المرجحة لكل عنصر بتساوي ايه؟ بتساوي حصر ضرب الخطوة رقم 2 في الخطوة رقم 3، صح؟ خطوة رقم 2 اللي هي الوزن في الترتيب. حيث أن نكتب كده، حيث أن الدرجة المرجحة تساوي الوزن لو حاصل ضرب، يعني الوزن في الترتيب. الوزن علامة الضرب يعني في، عاملة زي الإكس دي، في الترتيب. طيب في رقم 5 في الخطوة الأولى حددنا الفرص، في الخطوة الثانية حددنا الوزن النسبي، الخطوة الثالثة رتبنا، الخطوة الرابعة جبنا الايه؟ الدرجة المرجحة لكل عنصر، في الخطوة الخامسة تمام بنجيب الدرجة المرجحة الكلية. تمام، الدرجة المرجحة الكلية بتساوي ايه؟ بتساوي مجموع الدرجات المرجحة الفرعية. على طول بتساوي مجموع الدرجات المرجحة الايه؟ الفرعية. حيث ان الدرجة المرجحة الكلية، نكتب مع بعض، حيث أن الدرجة المرجحة الكلية
تتراوح ما بين 1 إلى 4 درجات زي الترتيب بالضبط، زي الترتيب، ترتيب من 1 إلى 4 برضو الدرجة المرجحة كلية من 1 إلى 4، تتراوح ما بين 1 إلى 4 درجات، ودرجة المنتصف هي 2.5، ودرجة المنتصف هي 2.5. حيث يمكن تحديد مظبوط يا جميل، هي أول مرحلة بس أو أول خطوة يعني. عظيم. ويمكن تحديد مدى جاذبية الصناعة من خلال ما يلي، ويمكن تحديد مدى جاذبية الصناعة من خلال ما يلي. ألف، إذا وقعت الدرجة المرجحة الكلية ما بين 1 إلى 2.5 درجة، ما بين 1 إلى 2.5 درجة، تكون الشركة في منطقة التهديد، برافو عليكم هايلين، والصناعة غير جذابة، بالجيم وليس بالكاف، جذابة، إنما لو كتبنا بالكاف هتبقى يعني تدي معنى آخر يعني. طيب، رقم باء، إذا وقعت الدرجة المرجحة الكلية ما بين 2.5 إلى 4 درجات، تكون الشركة في منطقة الفرص. تمام، ما شاء الله، ده انتوا بقيتوا أساتذة خالص فعلا يعني، ما شاء الله عليكم يعني. تكون في منطقة الفرص، وأن الصناعة غير جذابة ولا جذابة؟ تمام، برافو، أيوة كده جذابة، أي أنه من أول السطر كده، أي أنه إذا وقعت الدرجة المرجحة قبل 2.5 يكون تهديد، وبعدها يكون فرص، ما شاء الله. تمام، عظيم. طيب، في حالة عملية موجودة طبعا يعني هنا فيكم منها، يكفي عرفتم كل مصفوفة بتقيس ايه او بتهتم بايه وايه خطواتها. طيب، نبدأ بقى في المرحلة الثانية من المحاضرة، وهي الأسئلة التطبيقية. طيب، عظيم. السؤال الأول، حاضر، تفضلي. لا، في 2.5 يبقى لحققت فرص ولا قدامها لأمامها تهديد ولا حققت فرص، يعني في درجة المنتصف بالضبط. ومن النادر أن تقع أي شركة في هذه المنطقة، وبالتالي لما بتبقى في هذه المنطقة احنا بنعتبرها يعني في دنيا الأعمال، بكلمة في دنيا الأعمال وليس بالعلم يعني، إنها بيبقى أمامها تهديد، لابد أن تعدل وضعها بسرعة، تحاول إنها تقلل السعر، تحاول إنها تعمل دعاية، تحاول إنها تزيد الجودة عشان تطلع أكثر من 2.5. اتفقنا؟ طيب، جاهزين للأسئلة؟ نبدأ السؤال الأول، يلا توكلنا على الله. السؤال الأول بيقول: مصفوفة الملامح التنافسية تفيد في تحديد نواحي القوة والضعف لدى المنافس. مصفوفة الملامح التنافسية تفيد في تحديد نواحي القوة والضعف لدى المنافس. ألف صحيح وباء خطأ. ألف صحيح وباء خطأ. تمام، برافو، كويس، الإجابة صحيحة. طب السؤال الثاني بيقول: الوزن النسبي يشير إلى درجة المساهمة. الوزن النسبي يشير إلى درجة المساهمة في النجاح في الصناعة. إلى درجة المساهمة في النجاح في الصناعة. ألف صحيح
وباء خطأ، ألف صحيح وباء خطأ، برافو عليك وعيلين. الألف السؤال الأول صح والسؤال الثاني صحيح. طب نأتي للسؤال رقم 3، تختلف أساليب وأدوات التنبؤ بالمتغيرات البيئية، تختلف أساليب وأدوات التنبؤ بالمتغيرات البيئية من حيث تختلف أساليب وأدوات التنبؤ بالمتغيرات البيئية من حيث نقطتين، ألف درجة التغير، درجة التغير، ب درجة التشابه، درجة التشابه. طيب ماشي، ما ينفعش لا ألف ولا باء. جيم التكلفة والاستخدام والتعقيد، التكلفة والاستخدام والتعقيد، برافو تمام تمام نور استعجلت شوية وكتب الدال، أعتقد هي كانت بتكتب جيم بس إيه، لأن إحنا لسه ما وصلناش لدال. عظيم، الإجابة جيم. طب نكمل دال، دال درجة الحرية بين المتغيرات، درجة الحرية بين المتغيرات. طيب عظيم، برافو عليكم. السؤال الرابع، من الانتقادات الموجهة، من الانتقادات الموجهة إلى مصفوفة تقييم العوامل الخارجية ما يلي؟ من الانتقادات، نفس الانتقاد الموجه لمصفوفة تقييم العوامل الخارجية هو نفس الموجه لمصفوفة الملامح التنافسية، نفس الانتقاد هو واحد خلاص. طيب تتمثل الانتقادات الموجهة لمصفوفة تقييم العوامل الخارجية ما يلي؟ من الانتقادات ما يلي؟ ألف أنها أداة تعتبر نهائية لاتخاذ القرار، نهائية ولا ليست نهائية؟ طيب أنها أداة تعتبر نهائية لاتخاذ القرار، ماشي. طيب عظيم، باء أنها أداة يعتمد عليها في المنافسة، أنها أداة يعتمد عليها في المنافسة. جيم أنها تعتمد على الأساليب الكمية الدقيقة، أساليب كمية ولا شخصية؟ أنها أداة أو أنها تعتمد على الأساليب، أنها تعتمد على الأساليب الكمية الدقيقة، تمام. دال أنها تعتمد على الحكم والتقدير الشخصي، أنها تعتمد على الحكم والتقدير الشخصي شخصيا، برافو عليكم. وأي حاجة فيها كلمة شخصية على طول تحيز وعدم إيه، وعدم موضوعية، تمام. طيب السؤال الخامس، من خطوات إعداد مصفوفة العوامل الخارجية ما يلي؟ من خطوات إعداد مصفوفة مصفوفة العوامل الخارجية ما يلي؟ من خطوات إعداد مصفوفة العوامل الخارجية ما يلي؟ ألف تحديد مراحل القوة والضعف بالشركة، دي خارجية، يبقى القوة والضعف تنفع. أنا بقول من خطوات إعداد مصفوفة العوامل الخارجية، ألف تحديد مراحل القوة والضعف بالشركة، باء تحديد الفرص والتهديدات التي تواجه الشركة، باء تحديد الفرص والتهديدات التي تواجه الشركة، تمام تمام. طب نكمل السؤال، ب تحديد الوزن النسبي، تحديد الوزن النسبي، لو قلت الوزن النسبي بس وسكت يبقى صح مظبوط. طيب خلينا نكمل، تحديد الوزن النسبي لان بعض الناس هيقروا اول كلمتين وما كملوش الايه بقيه الفقره ويعلموا عليه، تحديد الوزن النسبي الذي يتراوح ما بين 1 إلى 4 درجات، كده باظ صح. طيب يبقى جيم سوري جيم تحديد الوزن النسبي الذي يتراوح ما بين 1 إلى 4 درجات، دال ترتيب العناصر، لو قلت برضو ترتيب العناصر وسكت يبقى صح، انما برضو لازم نكمل الايه العباره للاخر، ترتيب العناصر بدرجات تتراوح ما بين 0 إلى 1،
صفر إلى واحد خطأ طبعا، والإجابة صحيحة زي ما حضراتكم كده كتبتم هي ب، هي تحديد الفرص والإيه والتهديدات. عظيم. السؤال السابع، سؤال رقم 7، من خطوات إعداد مصفوفة الملامح التنفسية ما هي؟ زي السؤال اللي قبليه اللي هو 6، زي بعض، زي بعض بالضبط. من خطوات إعداد مصفوفة الملامح التنفسية ما هي؟ ألف، تحديد عوامل النجاح والوزن النسبي لها. ألف، تحديد عوامل النجاح والوزن النسبي لها. برافو عليكم، صحيح. ألف صحيح، مظبوط، ما شاء الله عليكم. طيب، تحديد الوزن، تحديد عوامل النجاح والوزن النسبي لها. نكمل. باء، ترتيب العوامل لكل منافس من 0 إلى 1. ترتيب عوامل النجاح لكل منافس من 0 إلى 1، ما ينفعش طبعا. جيم، تحديد الوزن النسبي بدرجات من 1 إلى 4. جيم، تحديد الوزن النسبي بدرجات من 1 إلى 4. دال، تحديد الدرجة المرجحة الكلية للمنافس. ها، للمنافس، تحديد الدرجة المرجحة الكلية للمنافس، تحديد الدرجة المرجحة الكلية للمنافس، وبالتالي تبقى الإجابة هي ألف. برافو عليك. طيب، نيجي للسؤال رقم 8. السؤال رقم 8 بيقول، يمكن تحديد مدى جاذبية الصناعة، يمكن تحديد مدى جاذبية الصناعة عند إعداد مصفوفة تقييم العوامل الخارجية كما يلي. يمكن تحديد مدى جاذبية الصناعة عند إعداد مصفوفة تقييم العوامل الخارجية كما يلي. طبعا انتوا عارفين بقى المعادلة، قبل 2.5 بيكون كذا، وبعد 2.5 بيكون كذا، سواء للعوامل الخارجية أو لمصفوفة الملامح التنفسية، الاثنين زي بعض. طيب، ألف، إذا وقعت الدرجة المرجحة الكلية، إذا وقعت الدرجة المرجحة الكلية ما بين 2.5 إلى 4، ما بين 2.5 إلى 4، نكون في منطقة القوة، نكون في منطقة القوة. نتكلم عن مصفوفة الملامح التنفسية، سوري، مصفوفة العوامل الخارجية، خلاص؟ طيب، ما تنفعش؟ طيب، أوكي. رقم باء، إذا وقعت الدرجة المرجحة الكلية قبل، إذا وقعت الدرجة المرجحة الكلية قبل 2.5 يكون تهديد، وبعدها تكون فرص. إذا وقعت الدرجة المرجحة الكلية قبل 2.5 يكون تهديد، قبل 2.5 تهديد، وبعدها يكون قوة. ما شاء الله، هايلين، برافو. نكمل السؤال. جيم، إذا وقعت الدرجة المرجحة الكلية ما بين 4 إلى 5، في عندنا 5؟ مش عندنا 5 خالص. ها، طيب، إذا وقعت الدرجة المرجحة الكلية ما بين 4 إلى 5 درجات، نكون في منطقة الحياد، نكون في منطقة الايه الحياد، ما فيش. طيب، عظيم. دال، رقم دال، إذا وقعت الدرجة المرجحة الكلية ما بين 0 إلى 1، 0 إلى 1 ده اللي هو الايه، الوزن الايه، الوزن النسبي، إنما الدرجة المرجحة الكلية تتراوح بين 1 إلى 4، ما ينفعش. طيب، إذا وقعت الدرجة المرجحة الكلية ما بين 0 و1، نكون في منطقة الضعف، نكون في منطقة الايه، الضعف. طبعا الإجابة زي ما حضراتكم كده تفضلتم، هي إنها لو وقعت الدرجة المرجحة الكلية قبل 2.5 بتكون تهديد، وبعدها بتكون ايه، بنكون فرص. طيب، السؤال التاسع، لا، الفرص مش قوة، احنا بنستخدم نقاط القوة اللي موجودة عندنا في البيئة الداخلية في اقتناص الفرص الموجودة في البيئة الخارجية. خلاص، البيئة الداخلية بنتكلم عن نقاط قوة وضعف، البيئة الخارجية بنتكلم عن فرص وتهديدات.
فبالتالي بنستخدم نقاط القوة الموجودة في البيئة الداخلية عشان نقتنص منها الفرص اللي موجودة في البيئة الايه الخارجية. طيب السؤال كان هنقول 9 ولا 10؟ 9 9. طيب 9 زي 8 بالضبط، 9 زي 8 بالضبط، ما فرقش اي شيء، بس انا بكرر الاسئله عشان ايه يعني للتذكير مش اكتر. يعني بيقول السؤال رقم 9: يمكن ترتيب المنافسون في ضوء مسبوقة الملامح التنافسية على النحو التالي. يمكن ترتيب المنافسون في ضوء مسبوقة الملامح التنافسية على النحو التالي. مظبوط يا طلال كده؟ مظبوط تمام بالظبط كده يا نوف بالظبط. الملامح التنافسية قبل 2.5 ضعف بعدها قوة، أما الخارجية مصدر تقييم العوامل الخارجية قبل 2.5 بيكون إيه تهديد وبعدها بيكون فرص. خلاص طيب يمكن ترتيب المنافسون في ضوء مصدر الملامح التنافسية على النحو التالي: ألف، إذا وقعت الدرجة المرجحة الكلية للمنافس، إذا وقعت الدرجة المرجحة الكلية للمنافس ما بين 1 إلى 2.5، 1 إلى 2.5 يكون في منطقة القوة، 1 إلى 2.5 يكون في منطقة القوة. ينفع؟ ما ينفعش. طيب باء، إذا وقعت الدرجة المرجحة الكلية للمنافس، باء إذا وقعت الدرجة المرجحة الكلية للمنافس ما بين 2.5 إلى 4 يكون في منطقة الضعف، ما بين 2.5 إلى 4 يكون في منطقة الضعف. ينفع؟ ما ينفعش برضه. طيب جيم، إذا وقعت الدرجة المرجحة الكلية للمنافس، إذا وقعت الدرجة المرجحة الكلية للمنافس قبل 2.5 يكون في منطقة الضعف وبعدها يكون في منطقة القوة. إذا وقعت الدرجة المرجحة الكلية للمنافس قبل 2.5 يكون في منطقة الضعف وبعدها يكون في منطقة الايه القوة. تمام برافو عليك كده، اتمنيت ان انتوا فهمتوا الموضوع. طيب دال، دال إذا وقعت الدرجة ما بين 0 إلى 1 نكون في منطقة الحياد، إذا وقعت الدرجة ما بين 0 إلى 1 نكون في منطقة الايه الحياد. طيب عظيم، هو الإجابة زي ما تفضلت وكده هي جيم. السؤال العاشر، سؤال العاشر: تتحدد الانتقادات أو العيوب الموجهة إلى مصفوفة الملامح التنافسية فيه. تتحدد الانتقادات، أخذنا واحد زيه بالضبط بس ده لمصفوفة العوامل الخارجية لو أنتم فاكرين، وقلنا الانتقادات الموجهة للمصفوفة دي هي نفسها موجهة للمصفوفة الأخرى. تتحدد الانتقادات أو العيوب الموجهة إلى مصفوفة الملامح التنافسية فيه: ألف، أنها تعتمد على الأساليب الكمية، أنها تعتمد على الأساليب الكمية. باء، أن نتائجها لا يمكن الاعتماد عليها بشكل نهائي. باء، أن نتائجها لا يمكن الاعتماد عليها بشكل نهائي. بشكل نهائي. برافو يا جميل انتو ماريا، مظبوط مظبوط تمام. طيب نكمل السؤال، برافو عليكم كلكم بشكل كامل. تمام طيب نكمل السؤال جيم، انها تعتمد على الحكم والتقدير الكمي، انها تعتمد على الحكم والتقدير الكمي. طيب ما ينفعش برضه. دال، انها اداه مناسبه لاتخاذ القرار، انها اداه مناسبه لاتخاذ القرار. برافو عليكم، الإجابة هي باء. طب نيجي على السؤال قبل الأخير رقم 11، سؤال رقم 11: من عوامل النجاح الرئيسية في الصناعة، من عوامل النجاح الرئيسية في الصناعة عند إعداد مصفوفة الملامح التنافسية، عند إعداد مصفوفة الملامح التنافسية ما يلي: ألف، الوزن النسبي والدرجة المرجحة، ألف الوزن النسبي والدرجة المرجحة، باء الظروف الاجتماعية والسياسية، باء الظروف الاجتماعية والسياسية، جيم ظروف الشركة الداخلية،
جيم ظروف الشركة الداخلية، دال الحصة السوقية، الحصة السوقية وجودة المنتجات والوضع المالي، الحصة السوقية ودرجة وجودة المنتجات والوضع المالي. برافو عليكم اللي كتب دال، تمام. طيب نيجي للسؤال الأخير رقم 12. برافو، هايلين كلكم ممتازين. نيجي على السؤال رقم 12 الأخير، بيقول من أهم الأساليب الكمية، من أهم الأساليب الكمية للتنبؤ بالمتغيرات البيئية ما يلي. من أهم الأساليب الكمية للتنبؤ بالمتغيرات البيئية ما يلي: ألف درجة الاستخدام والتكلفة، ألف درجة الاستخدام والتكلفة، ب درجة الثبات للمتغيرات، ب درجة الثبات للمتغيرات، جيم تحليل الانحدار والاتجاه العام، جيم تحليل الانحدار والاتجاه العام، تمام. برافو، برافو هايلين ما شاء الله. دال درجة المرونة الحدية للمتغيرات، درجة المرونة الحدية للمتغيرات. والإجابة فعلا هي زي ما حضراتكم كده كاتبين، اللي هي ايه؟ اللي هي جيم. طيب نيجي بقى نتحول في هذا الوقت المتبقي لنا إلى الفصل رقم 7. الفصل رقم 7 بسيط قوي. طيب بعنوان مراجعة البيئة الداخلية، كان كل الكلام اللي احنا بنقوله ده كله في البيئة الايه الخارجية، هنبدأ بقى في مراجعة البيئة الايه الداخلية. طيب مراجعة البيئة الداخلية، مراجعة البيئة الداخلية ما بين قوسين المراجعة الاستراتيجية، المراجعة الاستراتيجية لوظائف الإدارة، المراجعة الاستراتيجية لوظائف الإدارة. تمام جميل. مقدمة، المقدمة دي مهمة جدا، نقطتين مقدمة نقطتين. إن بعد تحديد رسالة المنظمة، إن بعد تحديد رسالة المنظمة والتعرف على الفرص والتهديدات في البيئة الخارجية، إن بعد تحديد رسالة المنظمة والتعرف على الفرص والتهديدات في البيئة الخارجية، يبقى فضل لنا إيه؟ بعد ما نتعرف على رسالة المنظمة ودرسنا رسالة المنظمة وتعرفنا على الفرص والتهديدات، يبقى اللي فضل لنا إيه؟ الجانب الآخر. يا جميل، برافو عليه، يبقى لازم ندرس البيئة الداخلية. عظيم. طيب إن بعد تحديد رسالة المنظمة والتعرف على الفرص والتهديدات في البيئة الخارجية، فإننا يجب أن نقوم، فإننا يجب أن نقوم بدراسة وتحليل البيئة الداخلية، البيئة الداخلية للتعرف على نقاط القوة والضعف، للتعرف على نقاط القوة والضعف، وللقيام بذلك، وللقيام بذلك يجب دراسة كل من، يجب دراسة كل من نقطتين: واحد وظائف الإدارة، واحد وظائف الإدارة، اثنين وظائف المشروع، واحد وظائف الإدارة، اثنين وظائف المشروع. وانا عارفين بقى وظائف الإدارة لابد أن تأتي بالترتيب زي ما نفكر بهن كده: تخطيط وبعدين التنظيم وبعدين التوجيه وبعدين الرقابة. وظائف المشروع طبعا معروفة، اللي هي وظيفة الإنتاج ووظيفة التمويل ووظيفة التسويق ووظيفة الموارد البشرية إلى آخر. طيب عنوان جانبي آخر: خطوات المراجعة الاستراتيجية، خطوات المراجعة الاستراتيجية لوظائف الإدارة، خطوات المراجعة الاستراتيجية لوظائف الإدارة. نقطتين: تتم عملية المراجعة الاستراتيجية، تتم عملية المراجعة الاستراتيجية لوظائف الإدارة على خطوتين هما، على خطوتين هما: الخطوة الأولى واحد تحديد أهمية وظائف الإدارة، واحد تحديد أهمية وظائف الإدارة لعملية إدارة الاستراتيجية، تحديد أهمية وظائف الإدارة لعملية إدارة الاستراتيجية بالخطوة الأولى. الخطوة الثانية: اثنين
إعداد قائمة، إعداد قائمة تمام لمراجعة وظائف الإدارة. هم دول خطوتين. يبقى الخطوة الثانية إعداد قائمة لمراجعة الإيه وظائف الإدارة. وفيما يلي الشرح باختصار، وفيما يلي الشرح باختصار لكل منهم. الخطوة الأولى، أولا تحديد أهمية وظائف الإدارة، تحديد أهمية وظائف الإدارة لعملية إدارة الاستراتيجية. وهنا يجب أن نتعرض، وهنا يجب أن نتعرض لما يلي. واحد بالنسبة لوظيفة التخطيط، واحد بالنسبة لوظيفة التخطيط، نقطتين، وظيفة التخطيط تعتبر هامة، وظيفة التخطيط تعتبر هامة لمرحلة إعداد الاستراتيجية، وظيفة التخطيط تعتبر هامة لعملية إعداد الاستراتيجية. طيب اثنين بالنسبة لوظيفة التنظيم، اثنين بالنسبة لوظيفة التنظيم، نقطتين، وظيفة التنظيم تعتبر هامة لمرحلة تنفيذ أو تطبيق الاستراتيجية، وظيفة التنظيم تعتبر هامة لمرحلة تنفيذ أو تطبيق الاستراتيجية. إذن التخطيط بيفيدني في مرحلة الإعداد، والتنظيم بيفيدني في مرحلة التنفيذ. طب خلوا بالكم التوجيه برضه هيفيدني في نفس المرحلة، هي مرحلة التنفيذ برضه، عشان نبقى عارفين ان التنظيم والتوجيه الاثنين بيساعدوني او بيساعدوني في مرحلة الايه التنفيذ. طيب ثلاثة بالنسبة لوظيفة التوجيه، ثلاثة بالنسبة لوظيفة التوجيه. وظيفة التوجيه هامة لمرحلة تنفيذ او تطبيق الاستراتيجية، ايضا هامة لمرحلة تنفيذ او تطبيق الاستراتيجية ايضا. إذن التخطيط بيفيدنا في مرحلة الايه الإعداد، التنظيم والتوجيه بيفيدوني في مرحلة الايه التنفيذ. عندنا لسه وظيفة وعندنا مرحلة تانية. طيب أربعة بالنسبة لوظيفة الايه الرقابة، بالنسبة لوظيفة الرقابة، بالنسبة لوظيفة الرقابة، نقطتين، فإن وظيفة الرقابة هامة لمرحلة تقييم الاستراتيجية، تمام، هامة لمرحلة تقييم الاستراتيجية. يبقى التخطيط بيفيدني في مرحلة الإعداد، التنظيم والتوجيه بيفيدوني في مرحلة التطبيق أو التنفيذ، الرقابة بتفيدني في مرحلة التقييم. ملاحظة هامة عند حدوث انحراف في النتائج، عند حدوث انحراف في النتائج، عند القيام بعملية الرقابة، عند حدوث انحراف في النتائج، عند القيام بعملية الرقابة، يجب على الإدارة اتخاذ الخطوات التالية، يجب على الإدارة اتخاذ الخطوات التالية. واحد مراجعة الأهداف، واحد مراجعة الأهداف، اثنين مراجعة الخطط، اثنين مراجعة الخطط، ثلاثة مراجعة البرامج التنفيذية، مراجعة البرامج التنفيذية، أربعة مراجعة البيئة الخارجية، أربعة مراجعة البيئة الخارجية. طيب تعالوا نأخذ ثانيا أخذنا أولا خلاص، ثانيا قائمة مراجعة وظائف الإدارة، ثانيا قائمة مراجعة وظائف الإدارة، تمام برافو، أيوة كده الإدارة هتراجع على طول إلى الهدف، إلى أقل من الهدف الإيه الخطط، إلى أقل من الخطط البرامج التنفيذية. ما لقيناش فيه مشكلة في الأهداف ولا في الخطط ولا في البرامج، يبقى على طول رقم أربعة نراجع البيئة الإيه الخارجية على طول، لأن الأهداف والخطط والبرامج دول بيتموا في الإدارة الإيه في البيئة الداخلية. طيب عظيم، يبقى ثانيا قائمة مراجعة وظائف الإدارة. وهنا
يجب أن نقوم بإعداد قائمة، وهنا يجب أن نقوم بإعداد قائمة تضم مجموعة من الأسئلة يمكن للمدير، أن يستخدمها في تحديد نقاط القوة والضعف، في وظائف الإدارة، بحيث إذا كانت الإجابة المحتملة على أي من هذه، على أي من الأسئلة الواردة في القائمة بالإجابة نعم، فإن هذا يعني أن العنصر، يمثل نقطة قوة، فصل. أما إذا كانت الإجابة بالنفي لا، فإن هذا يعتبر نقطة ضعف في وظائف الإدارة، طيب كده الفصل خلص، اللي هو الفصل الايه السابع. نتحول على طول الى الأسئلة التطبيقية على هذا الايه، على هذا الفصل. طيب عندنا سبع أسئلة لهذا الفصل، ممكن ناخدهم ان شاء الله في الوقت المتبقي. طيب نبدأ السؤال الاول، جاهزين؟ طيب نخلص الاول يا شيماء، ونشوف لو في عندنا ان شاء الله وقت نعمل لقاء اضافي ان شاء الله. كل اللي انتم محتاجينه من عيون الاثنين. حاضر. طيب السؤال الاول بيقول: بعد تحديد رسالة المنظمة، الله يكرمكم، الله يجزاكم كل الخير. طيب السؤال الاول بيقول: بعد تحديد رسالة المنظمة، وبعدين انتم محتاجين اضافي ليه؟ ده انتم بقيتوا اساتذه ما شاء الله عليكم، انا مش خايف عليكم اساسا، انتم لا انتم محتاجين اضافي ولا محتاجين، ده انتم ما شاء الله بقيتوا اساتذه ممكن تدرسوا هذا مقرر لغيركم، يعني ما شاء الله، يعني انا مش بحسدكم، انتم ما شاء الله، يعني الانسان الوحيد اللي يحب الثاني افضل منه هو الاب، يحب اولاده وبناته افضل منه يعني، فما شاء الله عليكم يعني. طيب نبدا في السؤال الاول، ربنا يكرمكم جميعا، ان شاء الله ويحفظكم من كل سوء باذن الله تعالى. السؤال الاول بيقول: بعد تحديد رسالة المنظمة، عارفين المقدمة، لما قلت لكم مقدمة مهمة، طيب السؤال ده في المقدمة، بعد تحديد رسالة المنظمة والتعرف على الفرص والتهديدات، فإن الخطوة التالية هي، ألف تحديد الأهداف العامة والفرعية، ماشي ما ينفعش. طيب باء تحديد الاستراتيجيات والسياسات، ما ينفعش برضه. طيب جيم دراسة البيئة الداخلية للمنظمة، برافو عليكم ما شاء الله. دال تحديد إجراءات العمل، وبالتالي الإجابة هي جيم، برافو عليك. طب السؤال الثاني بيقول: عملية دراسة وتحليل البيئة الداخلية تتطلب ميل، عشان أدرس البيئة الداخلية عندي حاجتين اثنين لازم أدرسه، اللي هم وظائف إيه ووظائف إيه، نوع من الوظائف اللي هم اكتبوا لي كده وظائف كذا ووظائف كذا، عشان أدرس البيئة الداخلية. إيه اللي موجود في البيئة الداخلية؟ يا سلام عليك، ما شاء الله، ده بسؤال، برافو عليك. طب نكمل السؤال، بعد ان عملية دراسة وتحليل البيئة الداخلية تتطلب ميل، الف التعرف على الاساليب التنافسية، ب التعرف على الفرص والتهديدات، جيم التعرف على وظائف الادارة ووظائف المشروع،
التعرف على وظائف الإدارة ووظائف المشروع. قيدين ما شاء الله ما شاء الله. طيب نكمل السؤال. دال التعرف على العملاء والموردون. التعرف على العملاء والموردون. والإجابة زي ما حضراتكم كده تفضلتوا اللي هي جيم. السؤال الثالث بيقول وظيفتي التنظيم والتوجيه. وظيفتي الاثنين يعني وظيفتي التنظيم والتوجيه هامتان لعملية إدارة الاستراتيجية. هامتان لعملية إدارة الاستراتيجية خلال مرحلة التنفيذ ولا مرحلة الإعداد ولا التقييم. يا سلام عليك، خلاص انت كده حرقت السؤال علي. طيب هكمل السؤال وامر بالله. طيب هامتان خلال مرحلة ألف إعداد الاستراتيجية، ألف إعداد الاستراتيجية، باء تحليل النتائج، باء تحليل النتائج، جيم تنفيذ الاستراتيجية، جيم تنفيذ الاستراتيجية، دال تقييم الاستراتيجية. ما شاء الله ما شاء الله. وعايزين أعمل لكم محاضرة للمراجعة. مراجعة إيه اللي أنتم محتاجينها يا جماعة؟ ما شاء الله عليكم. طيب أربعة. السؤال الرابع. طيب نبدأ في السؤال الرابع. وظيفة الرقابة مفيدة لعملية إدارة الاستراتيجية خلال. طبعا معروفة وظيفة الرقابة مفيدة لعملية إدارة الاستراتيجية خلال إيه؟ خلال أي مرحلة؟ خلاص تمام برضو أو هذه ما شاء الله. طيب نكمل السؤال. وظيفة الرقابة مفيدة لعملية إدارة الاستراتيجية خلال ألف مرحلة صياغة الاستراتيجية، ألف مرحلة صياغة الاستراتيجية، باء مرحلة تقييم الاستراتيجية، باء مرحلة تقييم الاستراتيجية، جيم مرحلة تطبيق الاستراتيجية، جيم مرحلة تطبيق الاستراتيجية، دال تحليل النتائج. دال تحليل النتائج. برافو عليكم، الإجابة باء. طيب نيجي على السؤال الخامس. بيقول السؤال الخامس إيه؟ تتحدد خطوات مراجعة وظائف الإدارة. تتحدد خطوات مراجعة وظائف الإدارة عند دراسة البيئة الداخلية في. تتحدد خطوات مراجعة وظائف الإدارة عند دراسة البيئة الداخلية في. تعرفين إن عندنا خطوتين، ها؟ ممكن أجيب الخطوتين وممكن أجيب خطوة واحدة. طيب ألف إعداد قائمة لمراجعة وظائف الإدارة. ألف إعداد قائمة لمراجعة وظائف الإدارة. إعداد قائمة قلتها ثلاث مرات لمراجعة وظائف الإدارة. يا نورة ليه كده يا نورة؟ بس انتو جميل. الإجابة ألف صحيحة. ألف صحيحة. عندنا خطوتين. أول خطوة بحدد أهمية وظائف الإدارة بالنسبة لإدارة الاستراتيجية. الخطوة الثانية أني بعمل قائمة لمراجعة وظائف الإدارة. أول خطوة اللي هي تحديد الأهمية، ثاني خطوة بعمل قائمة لمراجعة الوظائف. صح ولا غلط؟ طيب عظيم، تبقى الإجابة ألف صحيحة. طيب ألف إعداد قائمة لمراجعة وظائف الإدارة. باء تقييم الاستراتيجية العامة للمنظمة. باء تقييم الاستراتيجية العامة للمنظمة. أبدا يا جميل ما شاء الله عليكم، ممتازين. طيب تقييم الاستراتيجية العامة للمنظمة. جيم إعداد قائمة لمراجعة وظائف المشروع فقط. إعداد قائمة لمراجعة وظائف المشروع فقط. ينفع؟ دال تقييم الاستراتيجية التنافسية. دال تقييم الاستراتيجية التنافسية. والإجابة هي ألف. برافو عليكم، تمام تمام يا طلاب. طب نيجي على السؤال قبل الأخير اللي هو رقم ستة. السؤال قبل الأخير بيقول عند حدوث انحراف في النتائج. نكمل
نكمل السؤالين ولا نتوقف؟ بالتالي نكمل عشان تنزلوا شيماء تنزل لكم كل شيء. طب انا مش هاخد دقيقه بالضبط. طب دقيقه واحده. عند حدوث انحراف في النتائج يجب على الاداره مراجعه الف الاهداف والخطط والبرامج. الف الاهداف والخطط والبرامج. ما شاء الله عليكم. طيب باء البيئه الخارجيه للمنافس. باء البيئة الخارجية للمنافس. جيم ما تم تنفيذه. دال البيئة الخارجية فقط. برافو عليكم. والإجابة هي ألف. السؤال الأخير رقم 7 بيقول وظائف الإدارة عند المراجعة الاستراتيجية للبيئة الداخلية هي وظائف الإدارة. وظائف الإدارة اللي هي إيه؟ عارفينها كلكم. 4 لابد أن يأتوا بالترتيب. هو ده السؤال عنها. وظائف الإدارة عند المراجعة الاستراتيجية للبيئة الداخلية هي ألف وظيفة التمويل والتسويق. دول وظائف الإدارة. ألف وظيفة التمويل والتسويق. باء وظيفة التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة. ما شاء الله عظيم. طيب جيم وظيفة التوجيه بالعملاء. دال وظيفة تخطيط القوى العاملة. برافو عليكم. والإجابة هي وظيفة التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة. ما شاء الله. يبقى احنا كده واقفين عند الفصل الثامن إن شاء الله. إن شاء الله باقي اللقاء اللي هو الأسبوع القادم يعني يوم الاثنين ويوم الأربعاء إن شاء الله. يوم الاثنين هيبقى اللقاء 11 والأربعاء اللقاء رقم 12 بإذن الله. أنا بشكركم شكر جزيل على حسن الاستماع. ألقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم على خير بإذن الله. ألقاكم على خير وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.